من القاتل؟ حلقة القضية. بعد ما احمد خلص التحيات سألته في رأيك مين اللي قتلت الخمس ستات؟ قال لي مش عارف بس اكيد مش اخر واحد. قلت له بص يا احمد في خيوط الجريمة كويس. اول حاجة المجرم كان عايز يخلينا نعتقد ان الجريمة لها علاقة بالسحر والدجل، وده يخلينا نشك في الست مرات الطليق التالت لانها ست متدينة وليها علاقة بالجو ده، وكان واضح طبعا ان هي متأثرة وبتصدق في الدجل والاعمال، وعندها كمان الدافع اللي هو ان هي عايزة تحافظ على بيتها وجوزها، وان القتيلة سرقت منها جوزها قبل كده. بس الست دي ذكية ومش هتسيب لينا اثر يشاور عليها، فهي مش اللي قتلت. بصل احمد وقال لي طب مين؟ قلت له خدت بالك من الفاظ الست الاخيرة اللي انت استبعدتها؟ الست دي قالت انها كانت مركزة في الملابس الداخلية للقتيلة، وفكرة الغيرة الانثوية موجودة، وكمان في دافع خيانة الزوج. هي بتحاول تتظاهر انها ما تعرفش الجيران وما تعرفش حد، وكمان بتحاول تبين لنا انها ما كانتش اصلا تعرف ان جوزها بيخونها. بس يا ترى ايه السبب في رأيك اللي ممكن تخليها تركز في غسيل جيرانها، وهي على حسب ما قالت برضو ان هي ملهاش علاقة بحد؟ اكيد الست دي كانت بتشك في جوزها. وأميمة الست اللي العشيق لفت نظرنا ليها وهو اللي جاب سيرتها بالاسم، مع ان غريب ان راجل يقول على واحدة في علاقة بينه وبينها انها بتشاغل راجل تاني، فاكيد المعلومة دي ما خدهاش من القتيلة، لان صعب الراجل يكون بالتركيز ده لدرجة انه يفتكر كمان اسم صديقة في الشغل الا لو في صلة تاني. وغير ان هو صعب برضو ان ست تقول لعشيقها ان في راجل هي بتشغله زي ما قال، وده يخليني ابقى متأكد ان الراجل ده سمع اسم أميمة في حتة تاني ومن حد تاني غير العشيقة المقتولة. وخد بالك ان سن أميمة تقريبا هو سن مراته، وده مخليني شاكك في حاجة هقولك عليها بعدين. والست اللي طلبت المحامي دي كمان احنا ما قلناش ليها اي حاجة تخليها تطلب محامي، ده مجرد استجواب روتيني في حالة ناقصة في القضية دي، وحلها عند العشيق. طلبت من احمد ان هو يستدعي العشيق تاني، وجه وساعتها سألته لو كان في علاقة تربط بين مراته وبين الباقيين، ورد في اندهاش انهم اصحاب وكانوا شلة واحدة في الجامعة، الست اللي طلبت المحامي وأميمة ومراته. بصيت لاحمد وقلت له كده وضحت الجريمة. قال لي مش فاهم حاجة، ايه اللي وضح بالظبط؟ قلت له اللي نفذ الجريمة تلاتة. أميمة كانت عايزة تزيح القتيلة من وشها، فقالت لصاحبتها على خيانة جوزها وهي اساسا كانت بتشك فيه، والست اللي طلبت المحامي كانت اكيد عارفة من جوزها الامور الداخلية لبيت القتيلة وتصديقها في السحر والاعمال. بس اللي ناقص نفهمه ايه علاقة الست اللي كان معاها السبحة بالجريمة. بصيت لاحمد كده وقلت له استدعيلي الست مرات الطريق الاول اللي كان شغال في الديكورات. بصلي بندهاش كده وقال لي دي مالهاش علاقة، دي ابعد واحدة. قلت له هاتها بس. وفعلا دخلت وهي مرتبكة، قلت لها احنا عرفنا كل حاجة وده وطرها اكتر. قلت لها قوليلي اللي تعرفيه واعتبرك شاهد ملك. قالت لي انا كنت خايفة على احمد جوزي، القتيلة كانت ست ملعب وكانت مراته الاولى، وكنت مرعوبة انها تقرب منه تاني، فكنت متابعة اخبارها، ولما كنت بعرف انها اتجوزت كنت برتاح واحدة، بس كل مرة كانت بتتطلق فيها كنت برجع اترعب اكتر من الاول، وفضلت متابعة الستات اللي اتجوزوا الرجالة اللي بتتطلق منهم، وكنت بحاول اتعرف عليهم عشان اطمن واعرف احافظ على جوزي. وهنت سيدة الاعمال في يوم شكت ان جوزها ممكن يكون على علاقة بمنار القتيلة، فكلمتني وقالت لي منار بتدور في دفاترها القديمة. قلت لها انا كمان قلقانة من الموضوع ده. قالت لي مش هنرتاح من الهم ده الا لو خلصنا منها. قلت لها يا ريت تغور في داهية دي شطانة. قالت لي يبقى نغورها. وبعدين سابتني فترة واتصلت بيا وقالت لي انها مش قادرة تعيش كده ومش مرتاحة. قلت لها في ايه؟ قالت لي منار رجعت تكلم كل جوازنا، صاحبتها أميمة سمعتها وقالت لها كده. قلت لها وهنعمل ايه؟ قالت لي عندي الحل، بس قوليلي بالظبط تفاصيل الست اللي اتجوزت الرجل التاني اللي طلق منار. وفعلا قلت لها كل حاجة عرفها، انها كانت بتشك في ان منار عاملة عمل لجوزها، وكانت خايفة منها جدا، وبالذات انها سرقت منها جوزها اول مرة بس، ودي كل حاجة عرفها والله. قلت لها شكرا جدا. بصل لي احمد وقال لي هنعمل ايه؟ قلت له هند هتحاول تتخلص من اداه الجريمه، بس لانها ما عندهاش خبره هتخاف ترميها في اي حته، وهتكون عايزه ادوات الجريمه تكون قدامها طول الوقت، في الغالب هتكون دفناها في جنينه الفيلا. بصل لي كده احمد وقال لي طب اشمعنى
هند هي اللي تكون محتفظة بالأدوات. ليه مش مرات العشيق؟ قلت له لأن مرات العشيق في الغالب هتخاف إن جوزها يكتشف الجريمة لو شاف الأدوات، وما عندهاش مكان تاني تقدر تخبي فيه، غير إن هند زي ما انت شفت ست مسيطرة، مش هترضى حد أبدا يمسك عليها زل، ودي مش أي زل، فأكيد هي اللي خبتها. هتلاقي الأدوات زي ما بقولك في جنينة الفيلا. أحمد خد القوة وطلع فعلا على جنينة الفيلا، ولقى هناك اللبس والسكينة، وكان اللبس موجود لستين ومتغرق بالدم، وبكده اتحلت القضية. هند ومرات العشيق قتلوا منار بدفع الغيرة على جوازهم، وأميمة هي اللي حرضت على الجريمة دي عشان تخلص من منار، وفي نفس الوقت تفوز بالراجل اللي عينها منه، وحاولوا يلبسوا الجريمة لمرات الطليق التاني عشان يبعدوا عنهم الشبهات، وخاصة ان هم كانوا عارفين ومتأكدين ان مرات الطليق التاني بتكره منار عمى لان هي خطفت جوزها قبل كده، وكانوا متأكدين ان احنا اول ما هنلاقي شوية الطلاسم اللي كانوا حاطينها هنتهم الست دي. ولقيت منار واقفة قدام مكتبي وبتشاورلي، وواضح عليها ان هي كانت مرتاحة واختفت وما شفتهاش تاني.